يعني مشهد مؤسف حقيقة، يعني تصعيد إسرائيلي خطير في الساعات القليلة الماضية، كيف تقرؤونه؟ بداية صباح الخير لك ولكل صباح الخير. أبناء الشعب الفلسطيني والمشاهدين، والتحية لروح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى. قراءة هذا المشهد أن دولة الاحتلال تستمر في التخلل من كل التزاماتها واستهتارها بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأيضا معايير حقوق الإنسان، عبر اقترافها بمجازر بحق المدنيين وتصعيد عدوانها الذي بدأته منذ عصر الجمعة الماضي، وباغتيال لقائد في سرايا القدس في وسط تجمع مدني رغم أنه لم يكن في موضع قتال، وبالتالي هو محمي كما المدنيين. ودولة الاحتلال تحللت من كل هذه الالتزامات عبر قصف مجمع سكني ومجمع لمكاتب إعلامية وعيادات طبية في ذروة وجود المدنيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 من الشهداء وإصابة العشرات في هذا القصف. واستمر هذا القصف والعدوان على قطاع غزة المبيد، والذي جرى من خلاله تضليل الوسطاء وتضليل أيضا حركة الجهاد الإسلامي، وانتزاع هذا المكسب الذي تعتقد إسرائيل بقتل أحد قيادات المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. هذه جريمة حرب وقتل خارج إطار القانون. وأيضا هذا المشهد يتكرر، وبالأمس جرى تصعيد غير مسبوق في المشهد عندما جرى ارتكاب مجزرة في جباليا وأيضا مجزرة في رفح بتدمير 3 منازل على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 8 شهداء في رفح وأكثر من 50 إصابة جلهم من الأطفال. سيد صلاح، لو تسمح لي يعني قبل الحديث عن تداعيات هذه الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وأيضا اغتيالها لخالد منصور القيادي البارز في حركة الجهاد، أنتم كهيئة دولية لحقوق الفلسطيني لحقوق الإنسان الفلسطيني، يعني كيف ستتحركون إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة؟ نحن نتحدث عن أطفال، نساء، شيوخ عزل يستهدفون بداخل منازلهم. نعم، نحن ندين هذه الجرائم البشعة ونتابعها مع كافة الأجسام الدولية، سواء بإطلاع لجنة تقصي الحقائق الدولية على حقيقة هذه الجرائم، كون دولة الاحتلال تمنعها من القدوم إلى الأراضي الفلسطينية والاطلاع الكثب على حقيقة هذه الجرائم، كذلك نرسل مذكرات إحاطة أول بأول إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى المفوضي السامي لحقوق الإنسان وإلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان وكافة الأطراف الدولية بما فيها أعضاء البرلمان لحثهم على القيام بواجباتهم الأخلاقية والقانونية والتواصل مع شبكة واسعة من الحقوقيين في العالم لإطلاعهم على هذه الجرائم وبشاعتها ومطالبتهم بالقيام بأدوارهم. وللأسف نحن نواجه تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في استمرار ازدواجية المعايير وانتقائية القانون الدولي وإنفاذه من قبل دول مختلفة تدعم دولة الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا التي ما بين مزدوجين تعترف بحق دولة الاحتلال في الدفاع عن النفس، رغم أن هذا الحق غير متحقق لدولة محتلة ولا يتحقق إلا عبر قرار من مجلس الأمن ولدولة غير محتلة ودولة غير معتدية، وكما أنه يتحقق فقط لحركات التحرر الوطني. ولاحظنا هذا المعيار وازدواجية المعايير بوضوح في الصراع في أوكرانيا. أما المستوى الثاني فهو استمرار حالة الانقسام والتفرد من القيادة الفلسطينية وغياب رؤية استراتيجية وطنية تقوم على تدمير الصراع واستخدام كافة الهوامش، فلا زالت القيادة تراهن على بشكل أو بآخر على أوهام عملية التسوية وتقبل باستمرار سياسة الديفاكتو والأمر الواقع التي تقوم بها دولة الاحتلال. هذا يفرمل جملة من التحركات الأساسية، لأن الإحالة تتم من دول أو عبر مكتب الادعاء العام أو بقرار من مجلس الأمن، ونحن فلسطينيين أولى أن نقوم بهذا الدور وهذا الواجب الذي تتراخى السلطة في القيام فيه، مما يفرمل أو يعطل على الأقل القيام بالدور المطلوب من بعض المؤسسات الدولية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على هذه الجرائم. وعندما نطالب بتدمير يعني سيد صلاح، كيف ذلك يمكن أن يتم من قبل السلطة الفلسطينية والعالم يكيل بمكيالين؟
أيا كانت الاعتبارات هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتخاذها لقلب هذا المشهد. أولا بالتحلل التدريجي من التزامات اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإنهاء اتفاقات أوسلو وإلغاء التنسيق الأمني، وهذه قرارات مجلس مركزي فلسطيني عدا عن أنها قرارات تشكل الحد الأدنى من الإجماع الوطني، والانطلاق إلى تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال. وهذا يمكن عندما قامت السلطة إدانة ترامب في صفقة القرن بحالة ملف الاستيطان، هذا الأمر الذي أجبر محكمة الجنايات الدولية في حينه ومدعيها العام فاتو بن سوتا بفتح تحقيق جدي. هذا التحقيق مطلوب متابعته، عدا عن أن لحالة على الأقل لا توفر لمكتب الادعاء العام أي عذر للامتناع عن فتح تحقيق. وبالتالي منذ قدوم كريم خان نحن ندرك أنه يمارس سياسة التسويف والمماطلة ونحن ندينها، ولكن على دولة فلسطين والسلطة أن تقوم بواجباتها. ولكن أن تتراجع السلطة عن مسألة الإحالة هذا أمر خطير، وأن تتراجع أيضا عن قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وموضوع نقل السفارة والرهان على تصريحات لا زالت لم تثبت صدقيتها من الرئيس بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن أو فتح السفارة الأمريكية في القدس أو إرجاع المساعدات، وهذا كله لم يتم. وبالتالي على ماذا تراهن السلطة؟ عليها أن تترك هذا الرهان وأن تنتقل إلى رهان آخر هو الشراكة مع شعبها واستعادة الوحدة على أساس شراكة، وأيضا تطوير كل الأدوات الفلسطينية لضمان أولا مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وتبني ذلك بمشروع قرار في الجمعية العامة، وهذا ممكن التحقق. دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بما فيها دولة فلسطين باعتبارها طرفا ساميا للقيام بواجباتها وإلى اجتماع لبحث توفير الحماية الدولية، عدا عن استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية من قبل القضاء الوطني الفلسطيني، ونحن أحق بذلك من أي دولة أخرى ويجب ألا نتراخى. ولكن هذا كل ما نقوله، السلطة عاجزة عن القيام به باستمرار أو الاستبدال، يعني لأنها استبدلت بقائها الشخصي ومصالحها على حساب الحقوق وباقي القضايا الوطنية الفلسطينية، وهذا ما تضر النتائج. بالأمس الرئيس لا يخرج لا بمؤتمر ولا وكأن المعركة تدور في دولة أخرى، ويعود السيد حسين الشيخ في زيارة مرضية ويصدر تصريح للإطمئنان على سلامته، وفي المقابل يترك لي فقط تصريحات الناطقين باسمه حول العدوان، وكأن يعني كما ذكرت لك دون أن يكون هناك أي حراك جدي لتصعيد الحراك الدبلوماسي، ونحن ندرك أن الدبلوماسية الفلسطينية ليست بخير، وبالتالي مطلوب تطويرها. إلى أن يتم ذلك النار في المنزل، وبالتالي يجب مواجهة الحريق، يجب مواجهة تصعيد قوات الاحتلال وإفشال مراميها بغض النظر عن من يشارك في هذه المعركة، يجب إفشال مخططات الاحتلال التي تقوم على وقف أو على الأقل وقف المعادلة التي ثبتها شعبنا في وحدة الساحات في معركة سيد صلاح. اسمح لي